عشيته والله عطشت روحي عشقه يروى سنيني حبه يكمل ديني والصلاة مقبولة والصلاة مقبولة. اي موسى اسمه تاج براسي والعطر لنفاسي ياهو قايل ناسي هذي ما معقولة الله العادل عني يحكي هواية عندي بس حكاية ما يهمني براية يا بشر قولوا له يا بشر قولوا له يسمعوني عشيته والله عطشت روحي عشقه يروى سنيني حبه يكمل ديني والصلاة مقبولة ان شاء الله نكون هنا كربلاء. يا على كربلاء رحم الله والديك. وانا من رميته. نعم. وجاي نزلت انا بشهر سعد وماشي. من رميته جيت. من رميته ولا روح منا من البصرة. نعم. ليش ما طلعت من رميته؟ لا لا منا والله اللي راح انا عندي اول مرة يجي منا. شلون شفت الخدمة؟ والله نعمة الله. كيف متوصل؟ نعم. اي والله. حدثني عن الخدمة شلون. والله خدمك خير من الله. نعم. بالله العظيم نعمة الله بالله. ايش قد راح تسويها؟ والله والله اي والله. من البصرة. نعم. يا منطقة؟ بالمتعب. يوم ان شاء الله طلعت مشى اليوم طلعت. شلون اشوف خدمه الزوار؟ والله انا كنت اخدم الحمد لله. نعم. يعني كم يوم موقفك انا طلعت؟ انا ما كنت هناك. نعم. بس انا كنت اخدم والله العظيم الحمد لله شكر لله يعني الله هم هذه العالم تجيني نعمه. سيدي انت خلصت موكب الخدمه وهسه طلعت مشى؟ والله انا خلصت صار 5 ايام. نعم. واليوم بعد ما هو انا كيف نعم. كيف اهل البيت هم قالوا لي اليوم ظهر حلمت فيهم وقالوا تمشي اليوم حكيتهم يا مشايخ. احنا من البصرة موكب لبيك يا حسين. نعم. تأسس سنة 2007 يعني صار لك 15 سنة ويانا الأخوة أيضا أولاد العم الأغواز ومتوجهين إلى كربلاء في أيام أبو عيد الحسين سلام الله عليه. كم تعداد الموكب تقريبا؟ احنا الآن 72 تقريبا وإن شاء الله هم جاي يزيدون بالطريق إن شاء الله. شلون شفت الخدمة مع المواكب؟ والله هي كل سنة تتجدد هذه الذكرى وفعلا الناس يعني تقوم بأمور عجيبة وغريبة ويعني ما تنوصف فعلا صراحة لأنه الصغير والكبير والفقير والمتمكن وغير متمكن هذه الأيام يبدع فعلا قضية خدم الإمام حسين يخجلون الإنسان. عظم الله أجرك. عظم الله أجرك وبالمصاب عبد الله الحسين السلام. أنت طالع اليوم؟ أنا والله من الناصرية اليوم. نعم. من الناصرية. من سوق الشيوخ. نعم. الحي العسكري. شلون جيت للبصرة يعني بسيارة؟ اي والله جيت مو بعيده هي شويه البصره وهاي اي جيت منها بسياره ثبت من غير مكان عادي ساحه سعد وجيت هناك اي اللي هناك عظم الله إذا سحنا الله إنه 17 يوم حتى بشيلان ما نوصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. عظم الله أكبر السلام. سلفني ورزقتي بشرة بشارة جربة روس وجربة ماي جابل جابل زينب جربة روس وجربة ماي جابل جابل زينب جربة روس وجربة ماي جابل جابل زينب.